ورجعنا لكم تاني، واحنا دلوقتي في معمل دكتوره اكرام فطين. هتعرفنا بقى ايه المعمل دوت وايه الخدمات اللي حضرتك بتعملوها في مركز التميز العلمي او اللي بتقدموها، واحنا مبسوطين قوي انها مع سيادتك النهارده. يا ريت تعرفينا بنفسك. اهلا وسهلا حضراتكم، شرفتونا واحنا سعداء بوجود قناه تن معانا النهارده. انا الدكتوره اكرام فطين، أستاذ الوراثة البيوكيميائية ونائب رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وده معمل الوراثة البيوكيميائية. الوراثة البيوكيميائية. أيوة. يا ريت بقى نحاول نبسطها. أيوة نبسطها. طبعا هو ده التحاليل لعديد من الأمراض الوراثية. الأمراض الوراثية فيها جزء كبير الناس كلها طبعا تعرف الكروموزومات والخريطة الوراثية، بس العدد الأكبر للأمراض الوراثية بيتم تشخيصه عن طريق الوراثة البيوكيميائية، اللي هي التحاليل لبعض الإنزيمات أو تعيين بعض المركبات في البول أو الدم لتشخيص العديد من الأمراض الوراثية. ممكن حضرتك تقول لنا بعض الأمراض الوراثية اللي ممكن يتم تشخيصها باستخدام التكنولوجيا اللي حضرتك اتكلمت عليها؟ طبعا حضرتك، يعني مثلا في إنزيمات كتير بتبقى ناقصة في الجسم، إنزيم واحد ممكن يسبب لي مرض ويديني مشاكل كتير قوي، مشاكل من تضخم في الكبد والطحال، مشاكل أنيميا شديدة زي مرض جوشر ومرض اللي هو جوشي ومرض نيمان بيك، فدول نتيجة نقص في إنزيم واحد. ومرض جوشي الحمد لله احنا بقالنا أكتر من 25 سنة بنشخصه في مصر، والولاد دول احتفلنا السنة اللي فاتت بمرور 20 سنة بنعالج مرض جوشي في مصر، فده إنجاز طبعا. الأمراض تانية عديدة من أشهرها برضو مرض الـ MPS. مرض الـ MPS هم 10 أنواع، في 4 أنواع لهم علاج، وإحنا هنا في المركز القومي للبحوث مركز التميز الطبي في وحدة اسمها وحدة العلاج بالإنزيمات، بنستقبل أسبوعيا 100 مريض من مرضى الـ MPS وبيتم علاجهم بالإنزيم التعويضي. يعني حاجة بس مش بتشخصوا الحالات دي، أنتوا بتعالجوها كمان. طبعا كمركز تميز طبي وكحضرتك شعبة للوراثة البشرية والشعبة الطبية احنا متعاونين طبعا في علاج الأطفال دي، ده تعاون كامل، لأن احنا هنا مركز متكامل لمركز تميز طبي، يعني عندنا تميز في التشخيص وتميز في العلاج حضرتك. هل حضرتك برضه واحنا فرق بحثيه، احنا مش بنعتمد على فرد، هو فريق بحثي متكامل لمراعاه ومتابعه علاج الاطفال دي. احنا هنا المعمل المرجعي لتشخيص الامراض الوراثيه لجمهوريه مصر العربيه. ما شاء الله. فطبعا احنا يعني الاعداد اللي بنشخصها اسبوعيا طبعا ريكورد، وعندنا في جمهورية مصر العربية العديد من الامراض الوراثية، وفرصة اني انا مع حضرتك وفي قناة تن اني اقول اغلبيتها للأسف نتيجة زواج الاقارب. دايما نرجع نقول موضوع زواج الاقارب دوت. ايوة للأسف زواج الاقارب بيؤدي لظهور العديد من الامراض الوراثية لأغلبيتها صفات متنحية، فزواج الاقارب طبعا بتلاقي عيلة تقول لك ده انا ولاد اختي كمان كده، ولاد سلفتي كمان كده. ف ايه اشهرهم بقى يا فندم؟ ايه اشهر امراض الوراثية اللي موجودة هنا في مصر بسبب زواج الاقارب؟ حضرتك جوشي طبعا الاكثر شيوعا. ده بيبقى معاه ايه جوشي ده؟ ايه الاعراض بتاعته؟ جوشي حضرتك بيؤدي، هو نقص انزيم واحد، بيؤدي إلى تضخم في الكبد والطحال وأنيميا شديدة، وبعض الأحيان بيؤدي لمشاكل في العظم وليه طبعا مشاكل على الجهاز العصبي. إزاي الأم تبتدي يعني تفكر إن ممكن الطفل بتاعها يبقى بيعاني من هذه المتلازمة؟ تضخم في الكبد والطحال. هي هتعرف بقى الأم إزاي إن عندها؟ بتلاقي بطنه كبيرة، بطنه عالية وأنيميا شديدة. يعني وشه مصفر جامد. طبعا أنيميا شديدة وبطن عالية، تضخم الطحال بيبقى تضخم فيه شديد. نفس الحكاية مرض نيمان بيك. فيعني لازم الأم تبقى بتلاحظ. طبعا عندنا أمراض عديدة وراثية بتؤدي لتدهور في الجهاز العصبي، زي مرض تي ساكس. مرض تي ساكس مرض منتشر جدا في المصريين. منتشر هنا في مصر. أيوة.
فالام تقول لك مثلا ده كان بيمشي بطل يمشي قعد، لا ده دلوقتي حتى القعاد ما بقاش قادر عليه وبقى نايم، بيبقى عنده delayed milestones او البيبي مش بيتقدم، regression يعني المايلستونز بترجع لورا. ايوه يعني هو المايلستونز بتمشي كويسه لحد سن سنه سنتين وبعدين يبتدي يحصل يرجع لورا. وبعد دول كمان بيقول لك اه ده بيتخض من اي صوت جنبه، ده دي بتبقى نوع من انواع التشنجات، هم بس بيفسروها بانها بيتخض. ففي امراض وراثيه كتير، ودي كلها بتشخص بقى بعينه من الدم. عينه من الدم يعني. أيوة. كل الحكايه موضوع بسيط جدا، تاخد عينه من الدم عينة وبياخد وقت قد ايه عبال ما توصل للتشخيص؟ احنا اسبوعيا بنشتغل يعني أسبوعين. وقت العينه بتطلع في خلال قد ايه؟ أسبوع. أيوة. أسبوع بيكون معاها النتيجة، الأم دي نتيجة 100% أن الطفل دوت بيعاني من المرض الوراثي الفلاني. بالظبط. هنشكر حضرتك جدا والله على المعلومات المهمة دي، وبنقول لكل أم لو أنت شكيتي في أن بيبي بتاعك أو طفلك عنده أي مشكلة، يا ريت ما تتردديش أن تيجي مركز التميز العلمي هنا وتعملي تحليل وراثة، خصوصا لو في أمراض وراثية موجودة أو في العيلة، أو لو أنت جوزك قرايب لازم على طول تعملوا تحاليل وراثيه للتاكد ان البيبي بتاعك ما عندوش اي مشكله، لان زي ما الدكتوره قالت لنا ان كمان في علاج، مش مجرد ان في حاجات ممكن نعالجها. أيوة. لو في مشاكل في الانزيمات ممكن في حاجات كمان تتعالج. نشكر جدا حضرتك يا فندم على هذه المقابله، وان شاء الله يبقى في بينا مقابلات كثيره ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك شرفتنا يا فندم. شكرا جدا لحضرتك.